إذا كان نص الوثيقة التي ستسلم إلى الأمم المتحدة لتثبيت حق العودة للاجئ الفلسطيني يمثلك، فهذه فرصتك للتوقيع عليها وإيصال صوتك وتوضيح موقفك. ادخل إلى الموقع myreturn.net واضغط على زر التوقيع. أدخل بياناتك، اسمك وبريدك الإلكتروني والبلد التي هجرت أو هجر أجدادك منها. هذه الشروط الخاصة بالحملة لحماية بياناتك. وقع. أديت نصف المهمة بنجاح. اذهب الآن إلى بريدك الإلكتروني، تفقد الرسالة الواصلة من الحملة واضغط زر التنشيط فيها. أحسنت، لقد تثبت توقيعك في العريضة الواصلة للأمم المتحدة. العودة حقي وقراري.